صادق البرلمان الروسي على قانون يقضي بتشديد القوانين واللوائح الخاصة بتنظيم عمل المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الممولة من الخارج. الخطوة التي اتخذها الدوما اعتبرها ممثلو هذه المنظمات والجمعيات دليلا على خشية المسؤولين في الكرملين من نشوب ثورة شعبية على غرار ما يعرف بالثورات الملونة التي شهدتها بعض الدول المجاورة لروسيا. زعيم حزب LDPR فلاديمير زيبروفسكي يقول: الآن على المنظمات غير الحكومية أن تقدم تقاريرها، لم تكن الأمور واضحة من قبل حول كيفية إنفاق المال، لأنه لم يكن هناك أحد يضع حظرا على تلقي الأموال. الآن عليهم تقديم تقارير على كيفية إنفاق الأموال. مشروع القانون قدمته مجموعة من نواب حزب روسيا الموحد الحاكم من شأنه أن يغير وضع المنظمات الخيرية المحلية النشطة في المجال السياسي، وسيتم إدراجها في سجل خاص إلى جانب تعريضها لعمليات المراقبة والتفتيش بصورة دورية، وسيتم تحميلها المسؤولية الإدارية والجنائية في حالة عدم التزام بقوانين البلاد.